شاهدينا بيان لرؤساء الحكومات السابقين بتسمية السفير مصطفى أديب لرئاسة الحكومة اللبنانية. تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مراسلة الغد كلوديا أبي حنة. كلوديا، هل هناك توافق ما بين الأطياف السياسية على اختيار مصطفى أديب لرئاسة الحكومة؟ حتى الآن لم تصدر ردات فعل من الأطراف السياسيين حول تسمية مصطفى أديب وهو السفير اللبناني في برلين، ولكن بالطبع أن الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين لم يعلنوا عن هذا الاسم لو لم يكن هناك قبول أولي لهذه الشخصية، خصوصا أن الرئيس البرلمان نبيه بري كان قد أعلن وكذلك يعني باسم حزب الله أن الثنائي الشيعي سوف يقبلان يريدان الرئيس سعد الحريري، وإذا ما أصر الرئيس سعد الحريري على أن يبقى اسمه مسحوبا من التداول يقبلان بمن يسميه سعد الحريري ليكلف بتشكيل الحكومة المقبلة. وأتت هذه التسمية هذا المساء مصطفى أديب السفير اللبناني في برلين، وهو من طرابلس مقرب من الرئيس نشيد ميقاتي، ويبدو أن الاسم يلقى قبولا من معظم الأفرقاء السياسيين، وسوف يعني تكون هذه الشخصية خطوة إلى الأمام في مسار تشكيل حكومة لبنانية جديدة. هل سيستطيع أن يؤلف الحكومة وما هي الشروط لتأليف الحكومة؟ هذا الأمر سوف يتضح، ولكن عندما يأتي الرئيس الفرنسي فرانسوا ماكرون إلى لبنان سوف يكون في استقباله رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، ولن يكون هناك فقط رئيس مستقل. يعني هل هذا يعني أن المسألة في القريب العاجل؟ نعم، يوم غد سوف يسمى بشكل رسمي ليكلف بتشكيل الحكومة، وسوف تبدأ يعني يبدأ مسار جديد من عملية تشكيل الحكومة الجديدة. اليوم سمعنا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله يتمنى أن يحصل توافق، وقال إنه يتمنى أن يصار إلى تأليف الحكومة بأسرع وقت، لأن حزب الله ليس مع استمرار الفراغ لوقت طويل. ولكن يعني وأيضا الضغط الذي يمثله ماكرون بزيارته الثانية في أقل من شهر إلى لبنان يسهم بتسريع هذه العملية، عملية التكليف والتأليف. ولكن يعني أيضا نحن لا ننتظر فقط ماكرون، ننتظر أيضا ديفيد شينكر المسؤول الأمريكي في زيارة مرتقبة إلى لبنان في الثاني من سبتمبر. كل هذه العوامل سوف تتضافر لمعرفة مآل أفق لبنان الجديد. إذا ما كان ستكون هناك حكومة جديدة قوية وقادرة ومقبولة من المجتمع الدولي خلافا لما كانت عليه حكومة الرئيس حسان دياب، أم إذا ما كان التكليف فقط هو مسألة مرحلية لاستقبال ماكرون ولحفظ ماء الوجه. هذا الأمر سيتضح في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة إذا ما كنا بالفعل نتجه إلى حكومة إنقاذ، حكومة تأتي بحلول مالية واقتصادية للبنان. إذن مراسلة الغد من بيروت كلوديا أبي حنة، شكرا جزيلا لك.